السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضيال ومركلاته يوه برنامجكي ربعها يو تاريخ ذا تشبوتي برنامجكنا يا أحمد أن وطلقلناي بشا جون سي أن بلشدة أن لدح وريغنو سوالو كل قديس أنو كسابسان تاريخ ذا دالك مداما أنكو سوغن نهاي أمكو قود جرنبا بشا حريات ذا دالك هذا با مانتا برنامجكين وعدد كيسي شناف وحان كدح سوغن نهاي وحارون تا باراش إيغا حارون تان أيا مدحوينها تشموريه دو هرغدها وفري لحي يلاباتانكي بشي جون سنة كلابود يكون إيو اللبي يلاباتانكي حارون تان أيا أستان و تاريخ دي حنونكا بنايد جمهورية جبوتي إسوا مرتاي يدو باراشكا إيغا أما سيليجي إيغا وكميدها غوب حنون بضان كوريبتاي تاريخ دا دالكا يولي وشعبكا جمهورية جبوتي سندي ها كون ساقال بقول إيو لحيو لحدنكي هذا با باراشكا إيغا أما حرون تنايا مد حسوس آخا لغو تلقالي إن لغو إلاليو حسوستي بأنايد كوساب سانايد دانكا سيليغاسي أو غوبتان لغو ديسي سي بلوشدا مجيلكا سو سعودبا أي فكرد أي كهيستان حنونكي بنا أي كوساب سانا حقا براشكا إيغا إيغو هالكاني لغي هرقليي مكتبات بلاران أو بوغاك كوحق ورميسا براشكا سي يصويرو أو xilgaasi dejiye sidoo kalena waxa ay xusid mudan tahay in goobtani ay tahay mid ay dhismaheegu hirgeliyay taliska ciidamada ilaalada xeebaha maamulkeeguna loos geeyay wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka su'aalaha maanta bulshada la dhex wareegi doono ayaa kamid ah xasuusta eega iyadoo on rajo ka rajo qabno in bulshadu ay ku guuleysan doonaan sidoo kalena ay ka jawaabi doonaan barnaamijka dibcaha iyo taariikhda Djibouti ayaa ah mid si wada jir ah u dadinayna Fadumo Cadaawe iyo sidoo kale rooda daahir iyadoo barnaamijadan ama qaybtani shanaad noqon doonto mid aan isku dul taagi doono taariikhda abaarashka eega ee la socod wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دو برنامج كا يقولها راديها يا تلفيش كا جمهورية دا جبوتي إن كل وده جاي سوحس كمناسبة دا اللي هي فرت الجمهورية دا كسور يكتي وقت جي أنها النحر يدا هذا بقى مركو هريسة سور دو مقع عقو صدحن هل كأد قشي مقع عقو حلي هذا عبد الله أمين محمد وحن قال الشيخ موسى إن سؤال شيء دو جهرسة نوجد بي وحد يشكتها وقت جي الأساسي والرجوبلات كإيجاد مجوبلات كإيجاد aan jeclahay waa shan wadamo jeclahay marka Suudaan Kenya Soomaaliya Djibouti Uganda inta ma xusana horta waa ma santahay wala assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka cusub ee golaha raadiyaha iyo telefishanka jamhuuriyadda Djibouti ee kula wadaaga suuxiska munaasabada lixiya fartan goorada qarannimo hadaba daawadayaal hadii aan ku soo dhaweyno ميكروفون كقف في وهري البرنامج كله وده جينو مقع عاجو صدحن سرد وهرتا مقع عاجو صدحن إن واحد كحس وسنة يصير وقت يجي حرم رمضان كي يوم مش قد كنتها الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقع عاجو حيوان إلياس بلا باليرا حرسي وحنجلا حفظ حنبلي ويتمي مقلا ساسو كلا واحد ويدي سي و حكومتا حاسوسنا يو وحكومة وقول مدون خد عالم كمان سوق عندنا كنا سعى بقول سعى ليه كي ما نشري وقت جاء عند الشيء ده وقال كسودو ده قميص هو هيستي ودبعتا ده ونقول هيجي وعالم كأنو صور ده لنا ده الحمد لله رب العالمين إلهي تبارك وتعالى فل جيس ده وذي قال كي قرحة إلى ما تجبوت إلى هاي قراصة حسن قلت أفتدون oo marxuumka alaawna xaristay asan guuleed wadanka wax weyn u taray de oo isbeddel weyn u dhalay oo gaalkii Faransiiskii gumeysigii ba naga reebay caalanka maanta aan haynana hoos joognana wadiga arkay in magaalada Djibouti caalanka u dhan laga ogsoo yahay ee nabad ku tahay ee magaranaysa ee wadana dowladaha
أفريقيا كأيو عالم كورن بهار كنوس وليمدين تاسي وحا كانت الحمد لله رب العالمين ومدحمينينا جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلي إيو مقرنة ساية إلهي اللقفتو عمر قيسنا لا ديريو وقتنا كواضيقة أركي دمانتا وحا نكوجوغنو وأمان كوش الشيء يكوش الشيء يكوش كيبا وقتنا كواحا نكوجوغنو وأمان waataa waxaan ugu gudbinaa su'aashii koobaad su'aasha koobaad hadii aad ku guuleysatid ama aad garatid waxaad u gudbi su'aal labaad iyo su'aal saddexaad taa kuwaasood ku hanan doontid ee hadiyad ay golaha raadiyaha ee telefishanka jamhuuriyadda jabuuti ay u diyaarshay bulshada reer jabuuti hadaba su'aashida ugu horeysa geedigi koobaad geedigi koobaad ha geedigi koobaad gormeel la dhigay waqti meel la dhigay oo geedigi koobaad marka waxa sheegaysi waa heesihii ruwaadihii la dhigay jamhuuriyadda jabuuti sayarugo saciid xamaqoon iyo waxa jigeey taariikhda sanadkii la dhigay waa deewa 1977 halkii markii aan qaadanay geedigi weyn يا لأن كستون ده مقرن سيارك هسه ده أنا بدي ديني أنا ما حسيه لكن سوى ترى كان مكان لقيت دي وسيلة أنا مالنا يو وسيلة يا جالا فيديو بانكو ده وسين فيديو قاسي واحد كده هنسيد واحد يكون حسوسي نيسو يو قفت مقعي يا دي شيء بارس كيسوي وين؟ هالكلي وحوي أنا هالكلي وش عثمان هالكلي وين بارس كوا وجميسي كوا فرنسيس كوا حال كان يجيني بارس كحني جري لور بارس بجري حتى ما كان سيا كان بلقي سوقي لجري كوش عثمان كان مكيد هاي يا بيال سوي قالوا يدوسين جرين إذا كبار جرين يسوقي لجرين مركا يسوق عليان ما كان سيا قال كوا قال كابو سلك وين كحني جري سلك بوك حداي marka waa baraashki si suuga halkan aynu ka fiidiyooga aynu ka daawisiinaysay marhaba su'aashayda kala nu gudbi urur goboleedka iigaad waqtigii la asaasay iyo inta wadan ee xubinta ka ah wallahi iminka iigaad waxii la asaasay waqtigii muddadii la asaasay iigaad waxay muddo dheer adu waa sanadkii 14 waxaan socno taasoo ururka iigaadna loo xilsaaray ma garanaysaa Ismaaciil Marin oo aabe ka yahay shirka oo dhan Afrika dhan uu meesha ku soo macsuumo nabad dalka uu leeyahay darteed oo ku soo dabaalada ayaa loo xilsaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Margeele laakiin iigaad waa kaadi waa sanadkii 14 waxa socota maanta sanadkii la asaasay waa waan la qasanahay laakiin sidoo muddo dheer waa maasan tahay adeer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن واحد كسر دو برنامج كعصب يقول لها راديا هي تلفيشك الجمهورية ده جبوتي إن دكتور تلاقى شيء إن دكتور ولا دكتور حس كمناسبة اللي هي فرتن جورة ده هذا بمجع وصدحا هل كأد قشيد يبيح أتك حسوسين يصير وقت جي حر المدانك أنا كم عاجي وحلا رايد عبد الله وحمد جناي لير وعاكي من كندا عيال جبوتي هران هاي إن كوي kubada ka ciyaar jiray waxaan ka ciyaar jiray ertedega marka wallahi magaalada ay noo ficnaatay ma sha Allah waan ku faraxsanahay mustaqbalka insha Allah inaan soo noqonaan doonina su'aashayda koobaad baan u gudbayaa urur goboleedka iigaad gormi la asaasay waqti meel la asaasay imisa wadan ayaa xubin ka ah wallahi taama ma xasanay tahay waxaad ii sheegtaa in booliska qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti waqtigii la asaasay والله جدي سيبا
وما سطعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة ولاكي برنامج كأي راديو هاي تلفزيون جمهورية جيبوتي دكلا وداعي سو مناسبة للحياة فرتن جورة على كنا. هذا بقى مجاعو صدحن إن حلقة قشيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندوه ولا شيء. وحن كلا بالبلاء يعني كلا يرهم هذا يعني كلا. هذا سؤال شديد عن وجود بو واحد الشيخ تاع وقت جيل الأساسي البوليس كقرن الجمهورية جيبوتي. بوليسك اللي جي الأساسي أم حسو السلام سؤال لبعض بان فرصتك وصيني إن هاد برنامج كان كغاقي بقادتي دو حد إيشيك تا ورر قبلاتك إيقاد وقتي جي الأساسي إيه إنت ودن إيه حميتك آ إيقاد إيقاد حلي جي الأساسي إيه ودن دي أوكي محسن حلي جي الأساسي لكن ودن ده هدان شيء كري حنا مالين سوماليا، إثيوبيا، كينيا، يا إريتريا هذه كتيرس. كسر دو برنامج كان صوب أي راديو هاي تلفزيون كجمهورية جيبوتي إن كل تلاقي شيء إن كل وداكتو بس كمناسبة للحياة فرتون كورة ده هذا بقى ما جاء قصة دحد إن حلقة أدقشيد. والله إن ما جاء هو أبو بكر وين وحنجلا كارتسان وحنجلا إن حرن مدو هك حوصلنا ده أدو دات كيو حياة ميلاس صندسات هي. En du coup, moi qui deuxième oui, ben là il est, moi qui aurait deuxième référendum qui va être, et moi qui demande beaucoup de signes, voilà, en demandant ce qui va en cas de ne, et là il me connaît ça beaucoup de gens. سؤال شيء دوقة هرسان أوجد بيا سؤال شهادة هدات كقولة ستيد سؤال لبعض إيه سؤال صدحات إيه فرصة ده هلايسا سيادو هنتيد هدية ده هاي قولها راديا تلفيش كجمهورية جيبوتي إن يكون تلاقي شيء مناسبة للحياة فرتن كورة ده هذا بس سؤال شيء دوقة هرسا وقت ميل الأساسي بوليس كقرن إيه جمهورية جيبوتي بوليس كا سنة كي الأساسي أنا حيران كرا Après, avant, en demandant. What? Sual la bad ban forsat kousini urur gobelet ke igad. Wakti mel asasi urur gobelet ke igad imsa wadan ayah humika. En waha adu humika adan tirinkaro Somalia, Ethiopia, Uganda, Sudan, Sud Sudan, Eritrea, Djibouti, yo Kenya. Waha la asasi. أقولي زاني 2000 مولين. أماسن. السلام عليكم ما جعاجو صدحن حلك أدقشد. ما جعاجو صدحن يقول جولي محمد وحن قال مارك برواقة. حديث شكتها سؤال شيء دو جهر السؤال أه وقت جيل أساسي بوليك بوليس كقرن الجمهورية دا جيبوتي. مير جيل أساسي وحلا أساسي 1967. سؤال لبعض بن فرصتك السينا يا إن هاد كوجولي ستيد وحن كله وداعي يا فيديو قاسي وحات كده هني سيد وحات كحس وسني سيد يا دي شيء. قابط هسيم حيك حس وسني سا. وحي حس وسني سا أنت عن حرني مدى أنا هيرين مارك تاسي. أنت أيام إيه حسوس نيسا ولا علن كأيام قادم وحكى له حسوس نيسا خدك سمير الكينة إيه حسوس نيسا ستاي ولك سودو برنامج كني عصوب أي قلها راديو هاي تلفيش كجمهورية جيبوتي دو كله وداعي سحوس كمناسبة الحياة فرتن كورة ده ما جا عاجو صدحن حلك أدقن تيد وحياتك حس وسن يسيد وقت جي حر المدن كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله كان فرح بالغداء ما حد وحن دقنا كرتون كارت سيد بيس مركام حد حرية دي دائما بدن وان حس وسن هاي الحمد لله إلى هاي إيه مكانو مسوق قرسية وقت في عن حرية دوان جعلنا هاي عسكري بان هايانو كانت كوركا كاميدا مركا محايدة واحان كا حسوسا هاي مركي عالان كالساري يا سفي عمبو على كودعي ويفي عنايد غيرا نقو جرتي وان غير سنين
حماسات باجرتي سفة عم بنقول عضي وان سلام يا أمد الرجل بتوردنا سؤال شيء دوقة هري سهدي أنا قدبو سؤال شاسي أدكو قول ستي واحد فرصة هاي ستاي نا سؤال لبعض يا سؤال سد حد أنا قوي ديو واتهاي هذا بس سؤال شيء دوقة هري سا واحد كله وداع جيا وفيديو يا رجابن فيديو جاو حد كده هنسي سوي حكو حسوسين يا قفت ها قفت هاي تهاي يا دي شيء ايه جاي كطلا سيسود هرتي دوي وهل كي محاي هذا باراش كه هنجرف أي واي هاي سؤال شيء دل بعد هدي أن أوجد بو وقت جيل أساسي بوليس كقرن الجمهورية جيبوتي والله إمك ما حس صني مرحبا سؤال صد حد بان كله وداعي يا أو أه وقت جيل الأساسي ورول قبلت كي إيجاد لابد يكون يلي هي طبعا كي waatay soo dhawo walaashay ku soo dhawo barnaamijkan cusub ee RTD ay nigu la wadaagayso munaasabada lix iyo afar toogurada waqtigii aan hananay xurriyada hadaba magacaagu saddexan xilka aad gashid assalaamu calaykum assalaam magacaygu saddexan wadeeq ismaaciil wacays su'aasha ugu horeysa ah hadii aan ku weydiyo geedigii koobaad ruwaayadii la magac baxday geedigii koobaad waqti meel la dhigay su'aashina labaad hadii aan ku soo gudbiyo waqtigii la aasaasay booliska qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti waa 22kii Juun ee sanadkii 1977kii waa tahay waxaad fursad u heshay inaad su'aal saddexaad walaashay aan kugu la wadaagno barnaamijkiinan oo ah waqtigii la aasaasay urur goboleedka IGAD iyo inta wadan ee xubinta ka ah maamul goboleedka IGAD xasuusanaysi waa maasantaa walaal waa tahay walaashay soo dhawow magacaagu saddexan halka aad degan tihid magacaygu waa Mahdi Axmed Cali waxaan deganahay xaafadda Balbala Xiyaabley su'aashayda ugu horeysan u gudbaya oo ah in sanadkii barnaamijkii lagaga soo horjeeday in General de Gaulle sanadkii ahayd 1986 maasantahay walaashay wadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena aan la wadaagaynay ee bulshada qaybaheega kala duwan ee golaha raadiyaha iyo telefishinka ee jamhuuriyadda Jabuuti oo ugu talagashay inay la wadaagto bulshada barnaamijkaas oo ah dhibcaha taariikhda Jabuuti hadaba su'aalihii kala gedisanay aan maanta aan ku soo qaadanay barnaamijkeena intii ugu badnayd waa la gartay hadaba xabad su'aal ayaa noo hadhay jawaabteedii oo bulshadii aan la wadaagnay ay ka jawaabin aanba ay garan waayeen su'aashaas oo ah hayd waqtigii uu General de Gaulle uu soo galay barnaamijkii lagaga hortagay General de Gaulle sanadkii ay ahayd sanadkaas oo ah 1966kii hadaba barnaamijkeeni intaas ayuu ku idil yahay daawadayaal waa hagaagii daawadayaal intaasna waxaa ku idil barnaamijkii taariikhda ee dhibcaha Jabuuti oo cadkiisii shanaad aad la soo socoteen tan iyo kulli dambe waxaan ugu rafanaysaa sanad guuran wanaagsan